هالو، غوتن تاغ، درايفر من متكين اوف سكين. اوف سكين المعنى اللي انت اخذته في الهوبس في العينز سهل جدا، معناته يخرج يطلع. ام فوهن اند جيش مت ماين فرويندن اوس، ايش مشت ام فرايتاغ اوس سكين، عاوز اخرج عايز اطلع. طب اوس سكين ليها معنى ثاني؟ ايوه ليها معنى ثاني. لما اقول لك ايه مير جيت داس جيلد اوس، انت بتسوق في البنز بتسوق العربيه كده ومره واحده ايه ده العداد بتاع البنزين جه على الاحمر، اوه مير جيت داس بنزين اوس، مير جيت دي كرافت اوس، يعني خلص خلاص. اوكي لوس جين، لوس جين يا كذا معنى، بقول لك لوس في جين، في جين لوس يعني هنطلق هنبدا. طب لو في مسرح، مسرحيه، فيلم، تياتر، شتوك، داس شبيل جيت كلايش لوس، الفيلم هيبتدي. دير فيلم جيت كلايش لوس، هيبتدي الفيلم. طب ليها معنى تاني يا استاذ؟ اي ليها، دي موتا ماسك الشبشب ام مصريه هتضرب العيال، دي موتا جيت اوف دي كندا لوس، يعني هتبدا تهاجمهم. اتاكيرن انجرايفن، ده معنى كمان من معاني لوس دي. فرجين، وبتيجي دايما مع التسايت، هتسمع دايما مع الوقت، ولا ايه دي تسايت فرجيت، هي شنل الوقت بيجري بسرعه. اكتب جمله في التعليقات وشارك الفيديو مع اصحابك وتشيز.